غريبة، غريبة أوي الكلام اللي بشوفه وبسمعه ده. دي آخر حاجة كنت أتصورها من المهندس أحمد. ما احنا كنا زي حضرتك كده على نياتنا، لكن اهو طلع مية من تحت تبن. العيب مش عليه لوحده يا خالتي، ده راجل. العيب على الست اللي عارفة انه متجوز ومخلف وجريت وراه لغاية ما خرب بيته. احنا جايين لك يا فندم علشان تساعدنا. هو حر في تصرفاته يعمل اللي يعمله، لكن بنتي دي من حقي، وحرام عليه يحرمني منها بالشكل ده. وانا طبعا ما يرضنيش حاجة بالشكل ده. انا بستغرب، معقولة احمد وايمان؟ انا عمري ما تصورت حاجة زي كده. انتوا متأكدين من الكلام اللي بتقولوه؟ يا فندم احنا لو مش متأكدين ما كناش جينا. ده احنا عارفين الحكاية دي من فترة، لكن ما رضناش نيجي الا لما نتأكد. وهي الصور قدام حضرتك اهي بتقول وتأكد لوحديها. يا فندم ده ما كفاهوش انه حابس البنت وحارمني من اني اشوفها، منعها كمان تروح المدرسة علشان ما فكرش خالص اني اشوفها. بالطريقة دي البنت هتضيع عليها السنة. وهو اللي زي ده يا حبيبتي يهمه تضيع السنة ولا ما تضيعش؟ هو في ايه ولا في ايه؟ على العموم يا فندم احنا عارفين ان دي شركة محترمة يهمها سمعتها وسمعة الموظفين اللي فيها. ده اكيد يا استاذ عادل. عشان كده احنا جينا لسعادتك الاول وقلنا مفيش داعي نسير المواضيع دي في حتة تانية ونعرضها على سعادتك الاول. وزي ما حضرتك عارف احنا في بيننا وبينه قضايا ومحاكم، ولو عرضنا صور زي دي في المحكمة اظن هتبقى اكبر عيبة لسمعة الشركة. يا ستي مفيش داعي للكلام ده، احنا مش هنخلي الموضوع يوصل لكده. وده العشم برضو يا سعادة البيه، واحنا مش طالبين اكتر من كده. خلاص انتوا تسيبوا الموضوع ده وانا هتصرف فيه. طعم انا زعلانة مني. مني انا يا حبيبتي؟ ليه؟ عشان تقولتي لي هقول للبابا ما قلتلوش. انت خايفة منه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا مش خايفة منه ولا حاجة. كل الحكاية انا مش لاقية فرصة عشان اكلمه، لكن ان شاء الله لما يجي هقوله على طول. امتى بقى يا طنط؟ ماما حاسسني قوي نفسي اشوف، وانت كل ما تقولي لي هقول له مش بتقولي لي. لا يا حبيبتي هكلمه ودلوقتي اول ما يجي هقول له على طول. بجد يا طنط مش هتقولي له اللي انا اللي قلت لك؟ لا يا حبيبتي انا مش هقول له غير اللي احنا اتفقنا عليه وبس. ها لسه زعلانه مني؟ لا طبعا يا طنط، انت احسن طنط في الدنيا، انا بحبك قوي يا طنط. وانا كمان يا حبيبتي. طنط من فضلك انا هروح العب. انا ملاحظ يا ايمان البنت ابتدت تحبك قوي. وانا كمان يا باشمهندس، ما تصورش دي بنت رقيقه قد ايه ولطيفه. بس يا خساره. خساره؟ خساره ليه بقى؟ قصدي يعني يا خساره ان مامتها مش موجوده اليومين دول، بتهيالي انها بتبقى ارق والطف من كده بكتير، مش كده ولا ايه يا باشمهندس؟ هي البنت قالت لك حاجه؟ وهي ضروري تقولي علشان احس بيها. دي طفله، طفله يا باشمهندس، والطفل لما بيغيب عن اهله او عن اي حد منهم بيبان عليه على طول. ما انا قلت لك قبل كده ان مامتها مسافره وفي شويه مشاكل. انت قلت لي الكلام ده من مده، وكان المفروض المشاكل دي تنتهي من زمان. انت بتقولي كده عشان ما تعرفيش المشاكل وصلت ليه. عارفه، عارفه يا باشمهندس، عارفه ان في مشاكل وقضايا في المحكمه. ما انا كنت موجوده ساعه ما الاعلانات وصلت الشركه. بس انا ما قلتلكيش حاجه زي كده. كنت فاكره ان المشاكل هتتحل لوحدها زي ما انت قلت لي. خفت اكلمك تتضايق من كلامي، لكن بعد ما عشت السماح وحسيت باللي جواها انا بقول حرام اسكت على موضوع زي كده. يعني اعتبره وعد منك يا باشمهندس؟ على الله اقدر انفذه. هتقدر لو حاولت، بس مش المهم سماح ترجع لمامتها، المهم مامتها ترجع ليها. طيب المشاكل والقضايا كل ده مقدور عليه، ممكن ينتهي في اي وقت لو كنت عاوز. على كل حال هحاول. يلا بينا بقى نروح نتغدى لحسن زمان البنت جاحت. سماح تعالي. حاضر يا بابا. يا باشمهندس الشركه طلبك في مصر حالا، لازم تسافر دلوقتي.
حاضر يا فندم، انا جاي حالا. مالك يا طنط؟ هو انت اللي هناك زعلك في حاجه؟ ابدا يا حبيبتي، لا. امال ما بتعيطش ليه؟ زعلانه ليه؟ علشان هسيبك يا حبيبتي، علشان هسيبك. انا مش فاهم انت واخد الموضوع بحساسيه كده ليه. ايمان دي مهندسه عندنا في الشركه زي اي مهندس تاني، احنا اللي كلفناها بالمشروع واحنا اللي بنعفيها منه. يا فندم مساله بالنسبه لي غير كده خالص، دي مساله سمعه وكرامه. واحنا بنحافظ على سمعتك وكرامتك، موضوع زي ده ممكن يشوشر عليك وعليها. يا فندم ده كده واللي بيقولوه غير صحيح. وانا ما قلتش ان انا صدقته برغم الصور اللي انا شفتها، لكن كلامك بالطريقه دي هيخليني اصدق. يعني ايه يا فندم؟ يعني اللي عملناه ده لمصلحتك ومصلحتها، وانا مصمم عليه. يبقى خلاص، ما دام حضرتك مصمم يبقى حاجه من الاثنين، يا تعفيني انا كمان من المشروع يا تعفيني من الشغل في الشركه. عن اذنك. انا اسف يا مان على اللي حصل. وانت ذنبك ايه؟ هما اللي فيهم غلط. ازاي بس؟ انا برضو السبب، انا اللي حطيتك في الموقف ده، وانا اللي اديت لهم فرصه عشان يدخلوكي في المشكله. انا مش زعلانه يا باشمهندس ولا حاجه، انا ما عملتش اي حاجه غلط علشان ازعل عليه. وان كان على الشغل، الشغل هنا زي اي حته تانية. بس ارجوك ما تنساش اللي احنا اتفقنا عليه. انت لسه عايزاني اودي لهم البنت بعد ده كله؟ لسه بتدافع عنهم بعد اللي عملوه معاكي النهارده؟ البنت يا باشمهندس ملهاش اي ذنب، وحرام تعاملها بمعاملته. علشان خاطري يا باشمهندس فكر كويس، وما تخليش اللي حصل ياثر عليك. انا خلاص فكرت كويس يا ايمان، وعارف ايه اللي يتعمل. هتوحشيني قوي يا سامح. وانت كمان يا طنط. اشوف وشك بخير يا باشمهندس. مع السلامة يا ايمان، وانا اسف مرة تانية على كل اللي حصل. مع السلامة. سعبدايم، شوف لي الاستيفا. سعبدايم، ايه دي فيها 24 ساعة دي؟ يا لهوي. طب قولي، هو الاستاذ وصل؟ جاء من بدري وقعد في الجلسة جوه مع الشهود. طب واحمد؟ احمد جه؟ الله، واحنا مالنا يا حبيبتي؟ جه ولا ما جاش مالناش دعوة بيه. اطمني يا ست سميحة، احمد ما جاش وباين عليه ان هو مش هيجي، لفيت عليه المحكمة كلها ما لقيتلوش اي اثر. مش قلتلك هو يا اختي فاضلنا جالك كلامي؟ عموما ده هيفيدنا كتير، ده لمصلحتنا. ما تنسيش بقى يا ست سميح، القضية اللي احنا داخلينها دي قضية النفع، لحسن تلخبطي في الكلام. فاهمة. يلا بينا عشان القضية قربت. في حاجة تانية يا أستاذ؟ لا يا فندم، مفيش حاجة. قررت المحكمة التأجيل 3 أسابيع للاطلاع وإعلان الشهود. سميحة عبد الغني صالح، أحمد سالم عبد العزيز. أنت سميحة عبد الغني؟ أيوة يا فندم أنا. سليمان مغازي المحامي حاضر مع المدعي، والدمغة مسددة على عريضة الدعوة. اكتب حضرت المدعية ومعها الأستاذ سليمان مغازي وسدد الدمغة. وأنا أفندم أحمد سالم عبد العزيز. أنت المهندس أحمد سالم؟ كنت يا فندم، لكن أنا دلوقتي في أجازة بدون مرتب وبدور على شغل. معاك محامي؟ للأسف لا، الإعلان وصلني متأخر وملحقتش أوكل محامي. اتفضل يا أستاذ. بمقتضى عقد زواج صحيح، تزوج المدعي علي أحمد سالم عبد العزيز من المدعية سميحة عبد الغني صالح، ولا زالت في عصمته إلى الآن، وقد أنجب منها الطفل سماح،
والتي تبلغ الآن حوالي 5 سنوات. ومنذ شهر تقريباً قام المدعي عليه بطرد المدعية هي وابنتها الطفلة الصغيرة سماح من منزل الزوجية، وتركها بلا نفقة ولا منفق، رغم علمه بفقرها وحاجتها وأنه هو من الميسورين. ده مهندس يا بيه، وبيشتغل صبح وبعد الظهر، وبيكسب أكتر من 100 جنيه في اليوم. ده ما بيدلهاش ولا مليم يا بيه، ووالدتها هي اللي بتصرف عليها من يوم ما طردها. أنا بشوفه في المطاعم والكازينوهات ومعاه الناس عازمهم، وهو اللي بيدفع الحساب. دي مستلفة مني 10 جنيه وبقالها شهرين ما رجعتهمش. ولما كانت المدعية سميحة عبد الغني ما زالت في عصمة المدعي عليه، فتجب عليه نفقتها شرعا وقانونا بأنواعها الثلاث من مأكل وملبس ومسكن، علاوة على نفقة حضانة الصغيرة سماح باعتبارها حاضنة لها شرعا وقانونا. وقد قامت المدعية برفع هذه الدعوة شارحة دعواها في صحيفة الدعوة محددة لطلباتها، ونحن نلتمس من المحكمة الحكم بما جاء في عريضة الدعوة مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشكرا للمحكمة. إيه رأيك في الكلام ده؟ أنا فندم أول مرة بقى في محكمة وبطلب التأجيل علشان أقدر أوكل المحامي. طيب في حاجة تانية؟ أيوة فندم، أنا بطلب ضم دي لملف القضية، دي شهادة بحالتي المالية بتقول إن أنا ما أقدرش على المصاريف. معلش يا ست سميحة، 18 12 مش بعيد، كلها شهرين. على راحتك يا أستاذ، خد وقتك زي ما أنت عايز، إحنا مش مستعجلين. عموما مش ده المهم، المهم لسه جاي. عايزكم تاخدوا بالكم كويس قوي من اللي جاي ده، كشف بالجلسات وتواريخها، ولو جد جديد انا هبلغكم. عن اذنكم بس عشان الحق الاستاذ. السلامه. عاجبك كده يا ماما؟ عاجبك الموقف اللي انت وقفته لي ده؟ ايه في ايه؟ هو انت اول الناس ولا اخر الناس؟ ياما ناس كتير قبلك وقفوه. يا ماما حرام عليكي، ده انا كنت حاسه اني في وسط هدومي، كنت حاسه اني بشحت بطلب احسان. فشر الف بعد الشر عليكي، ده انت كنت واقفه بكرامتك وراسك مرفوعه لفوق. وبعدين احنا هنعمل لك ايه؟ ياما اتحينا عليكي، قلنا لك خليكي ما تجيش، انت اللي صممتي. انا قلت يمكن يجيب البنت معاه واقدر اشوفها. عشان ابليس في الجنه اللي حبيبتي ما بيوديها المدرسه عشان يحرق قلبك عليها، عاوزاه يجيبها لك هنا. اللي هيجنني يا ماما، هو موديها فين؟ ده ما عندوش اي حته يسيبها فيها. عند بسلامتها علشان يتونسوا مع بعض وياخدوا على بعض اكتر واكتر. على فين؟ استنى يا ماما. احمد فين بنتي يا احمد؟ اسالي في المحكمه هما يقولوا لك. يا احمد ارجوك حرام عليك، قول لي البنت فين. وانا بقول لك خلي المحكمه تجيبها لك. دي بنتي يا احمد، حرام عليك، لازم اعرف هي فين. هو معقول يا دنايا هيقولك هو سايب البنت فين؟ معقول يقولك انه سايبها عند بسلامتها؟ انا ما سمحتكيش تجيبي سيره حد يا ستات، تفهم ولا لا؟ انت بتشتمني يا جدع انت؟ وفي دار القضاء والعدل تحب ارفع عليك قضيه دلوقتي سب علني وفي 100,000 واحد يشهد عليك؟ ما هو اصل صحيح اللي اختشوا ماتوا. في ايه يا ولد؟ في ايه؟ بس مين يا خالد؟ لا ما فيش حاجه، هدي نفسك انت يا عادل. يا يعني ايه يا خلاص مش عايز تقولي بنتي فين؟ انت مش ماشيه وراهم عشان يجيبوها لك؟ وريني بقى هيجيبوها لك ازاي. سيبيني يا خالته دغدغه. بعدين انت دغدغه على كيفك وعلى راحتك. حاضر. عاجبك كده يا حبيبتي؟ شايفه؟ عشان اقول لك قليل الاصل مش مكفيه اللي عمله، لا كمان بيدافع عنها. طيب يا احمد استنى عليا انا وانت والزمن طويل يا احمد يا ابن فكريه. وقالت البطة للأرنب. وقالت البطة للأرنب. وقالت البطة للأرنب. عندي سمك كثير. انزل معي إلى. انزل معي إلى النهر. انزل معي إلى النهر وكل منه ما شئت. فقال لها الأرنب: أنا لا أعرف السباحة. أنا لا أعرف السباحة. السباحة ولا أكل السمك. ولا أكل السمك. ولا أكل السمك. كويس، وبعدين؟
كملي. هي دي بقى الخدمه اللي حضرتك عايزاها مني يا طنط؟ هي دي؟ هي دي مش اكتر، هما كلمتين وبس هتقوليهم وينفض المولد. طب وسميحه يا طنط؟ سميحه عارفه بالكلام ده؟ طبعا يا حبيبتي عارفه، اذا كنتش مصدقاني تقدري تنزلي وتساليها بنفسك. بس ما تنسيش بقى ان احنا طول عمرنا جيران وحبايب ولينا عشم كبير فيكي قوي يا استعايده، واذا كانش الجار يسند على جاره في حاجه زي دي هيسند عليه امتى بقى؟ بس ده مش معقوله يا طنط. معقوله اروح المحكمه واشهد على جوز سميحه؟ معقوله اقول انه طردها قدامي وبيضربها كل يوم؟ ومش معقوله ليه يا حبيبتي اذا كان ده في مصلحتها؟ الله، هي مش صاحبتك؟ والاستاذ المحامي بيقول مش كفايه الشهود، لازم حد معرفه يقول الكلام ده. ايوه بس الكلام ده ما بيحصلش، واحمد عمره ما عمل كده. مش مهم يا اختي، المحكمه ليها الشهود، واحنا جيران واهل ولينا عشم كبير زي ما قلتلك. ها قلتي ايه؟ على كل حال يا طنط انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي من غير ما اخد راي محمود، واذا ما وافقش يبقى مش حاضر. عندك حق يا حبيبتي، خدي رأيه زي ما انت عايزة، بس قوام ردي علينا لحسن خلاص الميعاد قرب. وما تنسيش زي ما قلتلك احنا جيران وأهل ولينا عشم كبير قوي فيكي يا استعايدة. فوتك بعافية دلوقتي. مع السلامة يا طنط. الست دي كانت عايزه منك ايه؟ الظاهر يا محمود زي ما انت بتقول الست دي مش ناويه تجيبها لبره ابدا. الموضوع ده انا مش هتكلم فيه تاني يا محمود، حكايه بقى فيها محاكم وقضايا كلام ما ينفعش فيه. وانا مش جاي لك عشان كده، انا جاي لك عشان حاجه تانية. اظن هتقولي البنت مش كده؟ البنت وحاجات تانية كتير. تقدر تقولي سبت شغلك ليه يا احمد؟ انا ما سبتش الشغل ولا حاجه محمود، كل ما في الامر ان انا كانت اعصابي تعبانه واخدت اجازه عشان استريح، وبعدين كمان عشان افضل اللي هم بيعملوه. بس انت محتاج للشغل يا احمد. يا محمود دي فتره قصيره وانا عامل حسابي عليها. على كل حال ما تشيلش هم انت، انا عندي شغل تاني واقدر اخلصه من هنا في البيت. انت اضرب ظروفك يا احمد، ممكن نتكلم بقى في الموضوع التاني. تاني يا محمود؟ يا احمد اللي بتعمله ده غلط. ثم البنت ذنبها ايه عشان تنحرم من امها بالشكل ده؟ ايه المانع ان امها تشوفها؟ صدقني يا احمد ده هيحل حاجات كتير. وانا قلت لا، بعد العمايل اللي عملوها سميحه لا يمكن هتشوف بنتها دي تاني. طب واذا خدت حكم من المحكمه؟ برضه مش هنفذه، وفي الف طريقه وطريقه لكده. وبعدين ما تنساش ان بعد سنتين ثلاثه البنت هتبقى من حقي، وفي الفتره دي انا عارف هتصرف ازاي. ممكن نتفاهم بالعقل يا احمد؟ انت طبعا حر في الاشكالات اللي بينك وبين سميحه، لكن البنت محتاجه لحد يراعيها، وانت اذا فضلت لها النهارده مش هتفضلها بكره. ومين قالك ان انا حاسبها كده؟ انا قررت اتجوز يا محمود. تتجوز؟
أنا عملت اللي عليا، وأرجوك تفكر في الكلام اللي قلناه كويس. أنا مفكر من زمان قوي، وكمان عندي محامي بيفكر في كل حاجة أنا معرفهاش. سلام عليكم. مع السلامة محمود. أنا قررت أتجوز يا محمود. هتجوز يا محمود. ايه سمح في ايه؟ ما فيش حاجة يا بابا. ما فيش ازاي؟ وايه اللي انت عملتيه ده؟ كسرتي العروسة بتاعتك ليه؟ ازا وحش يا بابا، وحش. يوجدك ايه يا عهد؟ اللهم اجعله خير. مساء الخير يا طنط. يسعد مساكي. سميحة موجودة؟ ايه، عاوزة تتأكدي من الكلام اللي قلته لك. اه يا اختي موجود، اهي جوه في اوضتها، خشيلها. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا سميح؟ بقولك احمد هيتجوز، احمد جوزك هيتجوز. وانا بقولك خليه يتجوز يا عايد. يا سميح الموضوع ده بجد. محمود لسه جاي من عنده دلوقتي حالا، وبيقول انه مصمم على كده علشان يجيب حد للبنت يراعيها. كذاب يا عايدة، احمد كذاب. هو عارف كويس قوي ان البنت مش هتستنى معاه، وعارف كويس قوي ان المحكمة هتحكم لي بالبنت وهاخدها. احمد ناوي على اللي هو بيقوله ده من زمان. يعني ايه؟ يعني الكلام ده مش غريب عليا، انا عارفة كويس قوي ان ده هيحصل، وعارفة كمان هو هيتجوز مين. ما تظلميش حد يا سميح، انت برضو لسه ما تأكدتيش. ما تأكدتش؟ انت عايزانا اتأكد اكتر من كده ايه يا عايدة؟ تحبي اوريكي الصور اللي عندي جوه علشان تتاكدي انت كمان معايا، ولا تحبي اسمعك اللي بيتقال علشان تصدقي بنفسك؟ انت اصلك ما شفتيهوش كان بيدافع عنها ازاي، ما شفتيهوش لما كان هيتخانق معانا بسببها. انا متاكده يا عايده، متاكده قوي. على العموم هو حر، ده موضوع يخصه هو، ما يخصنيش انا ابدا. بس ده جوزك يا سميحه، راح فين الحب اللي كان بينك وبينه زمان؟ كان زمان وانتهى يا عايدة، واحمد كمان بالنسبة لي انتهى. انتهى؟ ايوه انتهى. انتهى من يوم ما حرمني من بنتي، انتهى من يوم ما خباها ومرضاش يخليها تروح المدرسة مخصوص علشان يحرمني من اني اشوفها، انتهى من يوم ما وقف قدامي في المحاكم. طب ما انتوا برضو عملتوا كده يا سميح. وعشان كده بقولك يا عايدة، عشان كده بقولك خليه يتجوز، وانا مش هزعل لو ده حصل، لاني خلاص ما بقتش عايزة منه حاجة. أنا كل اللي عايزة منه طلب واحد بس، إنه يحافظ على اللي باقي من كرامتي وكرامته، ويرجع لي بنتي من غير مشاكل، ويطلقني. إيه يا أختي؟ اتأكدتي؟ اتأكدت يا طنط. تصبحوا على خير. وانت من اهله. انا برجو يا انسه ايمان ان يكون اللي حصل ده مش هو السبب في الطلب اللي انت مقدماه ده. ابدا ما حصلش حاجه يا فندم تخليني اسيب شغلي. انا اللي كنت مقدمه في الشركه اللي انا رايحاها قبل ما اجي هنا الشركه، والاجازه اللي انا كنت واخداها ديت علشان الامتحان هناك. على العموم ربنا يوفقك، ولو انه يعز علينا جدا انكم تسيبوا الشركه انتوا الاثنين. هو الباشمهندس احمد ساب الشركه؟ هو انت ما تعرفيش؟
وهعرف منين؟ يعني تكوني سمعتي كده. على العموم هو اخذ اجازه بدون مرتب من يوميها، حتى في اعلانات قضايا جات له هنا وما قدرناش نستلمها. هي المشاكل لسه ما انتهتش؟ مش متهيألي انها هتنتهي، ربنا يجازي اللي كان السبب. عن اذنك علشان اخلص بقيه الاجراءات. هات هات يا جلاب الخير والهنا والسرور، ما انت خلاص رجلك خدت على شقتنا. يا ترى جايب لنا ايه النهارده؟ اعلان واحد بس، دعوه تزوير اصليه كده. طب هات يا اخويا، هات. الهي ربنا ما يحرمنا منك ابدا. متشكرين، مع السلامه. سميح يا سميحه، تعالي يا بنتي. ايوه انا داخله اغير هدومي وانت جهزي عشان نوصل للاستاذ عبد الدايم نديله الورقه دي بالمره. هو ضروري يا ماما اروح معاكي، اصلي مش عارفه تعبانه ليه النهارده. ما تخليني انا عشان احضر نفسي للسفر بكره. يا بنتي ما احنا كلنا مسافرين معاكي بكره، بس انت لازم تروحي علشان تفهمي منه هتقولي ايه في المحكمه بكره. طيب حاضر يا ماما. على الله يكون هو ويوفر علينا المشوار. يا ترى مين حضرتك؟ مدام سميحه. انت؟ ايوه يا مدام، انا ايمان زميله الباشمهندس احمد في الشغل. هلا 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 هلا، وجايه لحد هنا كمان؟ جايه لحد هنا برجليكي؟ استني يا ماما، استني لما نشوف هي جايه علشان تقول ايه بالظبط. انا جايه عشان اتكلم معاكي يا مدام سميحه. ولا جايه تتفرجي على اللي سابها احمد علشانك؟ فشر. احنا يا حبيبتي ما حدش يفوتنا ولا يسيبنا، احنا اللي فوتناه وسبناه، سبناهولك لانه ما يلزمناش. الكلام ده غلط، وانا جايه عشان اقول لكم ان الكلام ده غلط. شوفي يا اختي البجاحه، على راي المثل يعملوها ويخيلوا. ايه هو بقى اللي غلط يا شابه؟ الكلام اللي في دماغكم واللي انتوا بتقولوه على مزاجكم. الباشمهندس احمد مجرد زميل وبس، ومفيش اي حاجه بيني وبينه. طبعا طبعا لازم تقولي كده، امال يعني هتقولي ايه غير كده؟ حق يا بنتي، اللي زي دي هتقول ايه غير كده؟ هي دي الحقيقه، ولو ما كانتش الحقيقه ما كنتش جيت لغايه هنا. وانت يا اختي بقى جايه هنا لوحدك متطوعه عشان تقولي لنا الكلام ده، ولا هو اللي زقك علشان تيجي عشان يلعب له لعبه جديده؟ انا ما حدش بعتني ولا حاجه، انا اللي جيت علشان اقول لكم الحقيقه. يا عيني، انهي حقيقه يا اختي؟ ما تقولي لنا عليها، ما تنورينا يا شابه. انهي حقيقه دي؟ الحقيقه اللي في الصور، ولا اللي سمعناها من الناس، ولا الحقيقه اللي اترفدتي علشانها من الشركه؟ انا ما حدش رفدني من شغلي ولا حاجه، انا اللي سبت الشغل عشان اشتغل في شركه تانية. امال ما سبتوهوش ليه لما احمد سابه؟ اشمعنى انتوا الاثنين سبتوه في يوم واحد؟ ما تردي عليها يا شاب، ما تقولي لها اشمعنى، اشمعنى سبتوا الشغل انتوا الاثنين سوا في يوم واحد؟ علشان في ناس زيكم فاهمين غلط ومش قادرين يصدقوا. لو انت صادقه، اصل خلاص الحكايه انكشفت وحكايتكم فحفحت قوي. انت فاهمه ان في حد فينا هيصدقك؟ وما تصدقوش ليه ما دام هي دي الحقيقه. حقيقه؟ انهي حقيقه دي؟ الحقيقه احنا عارفينها كويس قوي، عارفينها من زمان، الحقيقه شفناها بعينينا يا شاطره. يبقى ازاي هنصدقك؟ ايه، ما كنتيش تعرفي انه متجوز؟ ما كنتيش تعرفي ان عنده واحده ست رميها وداير يلف معاكي في الكازينوهات والفسح؟ يا مدام الحكايه مش كده. امال الحكايه ايه؟ كنت فاهمه اني مش هعرف هفضل على عماية على طول، ولا كنت متصوره اني هعرف واسكت واقبل؟ ولا جايز متصوره دلوقتي انك ممكن تيجي تتحكي على عقلي بكلمتين واصدقك؟ ويا ريتك تصدقي، يا ريتك تعرفي ان هي دي الحقيقه. يا اختي دي برضه مصممه. انت يا بنت ايه، عايزه تفرسيني؟ عايزه تموتيني؟ عايزه تجننيني؟ حقيقه ايه اللي انت بتقولي عليها دي؟ هيا ولما هي دي الحقيقه كنت فين من زمان؟ ما جيتيش قلتيها لنا ليه؟ مين اللي زقك النهارده علشان تيجي تقوليها لنا؟ كنت فاكراكم هتعرفوها لوحدكم. يا حبيبتي يا اختي، ولما صعبنا عليكي جيتي بقى انت علشان تفهميها لنا؟ يا ناس صدقوني، صدقوني الموضوع غلط،
الحكايه كلها مجرد سوء تفاهم مش اكتر. سوء تفاهم في ايه؟ انت مش سافرتي مع اسكندريه بدل المره اتنين؟ مش خرجتي معاه هناك بدل المره 100؟ مش فسحك هناك بدل ال 100,000؟ اوعي تنكري، اوعي. الصور عندي جوه، تحبي اجيبهم لك تتفرجي عليهم؟ ها والصور بتقول لوحديها. يا جماعة يا جماعة، الموضوع مش موضوع صور. والموضوع ايه؟ كنتش فاكرة ايه؟ ما كنتش فاكرة ان انا انسانة، انسانة بحس زي كل الناس؟ ولا ما كنتش تعرفي ان اللي في الصور ده حقي، حقي وانت بتسرقيه مني؟ انا مستغرب انت ايه؟ مصعبتش عليكي بنتي؟ بنتي وانت حرماها من امها وهي بتعيط علشاني؟ بلاش بلاش البنت، ما صعبش عليك البيت اللي بيتخرب من تحت راس عمايلك؟ بس يا اختي بس هدي نفسك، هي اللي زي دي بتحس، هي دي يهمها، هي تفهم كلمة من اللي انت قلتيه؟ دي حرباية خربت بيوت. الله يسامحك يا طنط. طنط طنط لما تبقى طنطتك، ما عشتي ولا كنتي لما بقى طنط الوحدة زيك، حرباية خربت بيوت بصحيح. كتر ألف خيركم، بس صدقوني صدقوني ان هي دي الحقيقة مش اكتر. صدقيني انتي، محدش فينا هيصدقك. مع السلامة. مع الف سلامة يا اختي طريق السلامة. وما تنسيش تقوليله ان حماتك بتقولك الايام وبيننا. وما تنسيش تقوليله كمان انه ما فيش داعي يكرهني فيه اكتر من كده. البنت بنتي ولازم هاخدها منه. طبعا يا اختي كفايه، انت مستنيه ايه؟ ما تورينا عرض كتافك. غوري ايه عايزه مننا؟ ايه البنت هناخدها غصب عنه. حصل ايه بس يا طنط؟ حصل ايه يا سمير؟ شفتي يا اختي؟ شفتي عديل الاصل بيعمل ايه؟ مش مكفيه اللي عامله فينا؟ بعتها لنا علشان تكدنا، علشان تغزنا، لكن ده بعده. انت حر يا احمد في الاشكالات اللي بينك وبين سميح، لكن البنت مش معقوله هتفضل كده. البنت محتاجه حد يراعيها. انا قررت اتجوز يا محمود، انا قررت اتجوز يا محمود، انا قررت اتجوز يا محمود. ايه يا سماح؟ بنضف يا بابا. بتنضفي؟ ايوه يا بابا، بنضف اوضتي وبعد ما اخلص همسحها واكنسها. طب وانت مالك ومال الكلام ده؟ وانت هتعرفي؟ ايوه يا بابا هعرف وشوف دلوقتي. استني، انا رايحه فين؟ رايحه اجيب المقاشه زي ما قلت لك يا بابا. حد قال لك تعملي كده؟ لا يا بابا، ما فيش حد قال لي اعمل كده، انا اللي عايزه اعمل كده. طب واشمعنى النهارده يعني؟ طب يلا وضبي سريرك ومالكيش دعوه بالشقه، انا هبقى اشوف لها حد. حد؟ لا يا بابا انا مش عايزه حد. يعني ايه؟ يعني يا بابا انا اللي هعمل كل حاجه، انا اللي هحكس وامسح واعمل كل حاجه، بس ما تجيبش حد يا بابا عشان خاطري يا بابا. غلط غلط يا ست سميحه، غلط. اللي عملتيه ده اكبر غلط. ازاي تيجي لحد عندكم وتسيبوها تنزل؟ انت ما عندكش فكره يا استاذ عبد الدايم احنا عملنا فيها ايه؟ ما عندكش فكره ادينا لها كلام قد ايه؟ ما خليناهاش. الحكايه مش حكايه كلام يا ست سميحه،
ايش عرفنا فيه في دماغها ايه؟ ايش عرفنا هي ناويه تعمل ايه؟ ده الكلام اللي انا قلته يا سي عبدايم. انا قلت لازما وحتما الزياره دي مش لله، لازما يكون وراها ان اكيد اكيد يا ست ام سميحه. اشمعنى يعني جايه في الميعاد ده؟ اشمعنى يعني قبل الجلسه بيوم؟ مش يبقوا لازم ناويين على حاجه؟ يعني تفتكر ممكن يكون هو اللي بعتها؟ اكيد، ولازم نعرف ناويين على ايه. طب وهنعرف ازاي يا اخوي؟ احنا نستنى لما نعرف يا ست ام سميحه. يلا بينا. يلا بينا. على فين؟ على فين نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. يلا بينا يا ست ام سميحه. شقه الست عايده عبد الرحيم. ايوه انا جوزها. في حاجه؟ تنديل هنا. في ايه يا محمود؟ سميحه يا ستي هي والدتها عاملين مشكله الايمان في القسم وطالبينك تشهدي فيه. وفيها ايه يستعايده لما تشهدي؟ دول كلمتين يا حبيبتي هتقوليهم زي كل الجيران ما قالوهم وخلاص. هو في حد من الجيران شهد بالكلام ده يا طنط؟ طبعا يا حبيبتي، العمارة كلها شهدت شقة شقة. ناس حبايب بصحيح، ادي الجيرة ولا بلاش. بس ده ما حصلش يا طنط. بقى إيمان جت هنا ومعاها ناس علشان يتهجموا عليكم. يهو، هو أنا يعني هكدب يا بنتي؟ ما كل الجيران كانوا شاهدين. دول اتهجموا عليا وكانوا حيضربوني ويضحضحوني، ده انا كان زماني رحت فيها. كل الجيران قالوا كده. قالوا ايه بس يا طنط؟ ما انا سامعه الخناقه من اولها، ثم انا نزلت بعد كده ولقيتها واقفه لوحدها وما فيش حد معاها. الله، ما تتكلمي يا سميحه، انت ساكته ليه؟ الكلام اللي بيتقال ده حصل؟ الاستاذ عبد الدايم بيقول ان الكلام ده في مصلحتنا. مصلحتكم؟ ايوه يا حبيبتي، نتغدى بيها قبل ما تتعشى بينا. وبيقول كمان ان المحضر ده هيفيدنا جدا في القضايا اللي احنا رافعينها عليه. انت يا سميحه، انت اللي بتقولي الكلام ده؟ الله، جرى ايه يا استعايد؟ وانت يا اختي ايه اللي مزعلك؟ دي ما كانتش خدمه يا اختي وطلبناها منك. خدمه ايه بس يا طنط؟ لو كنت مكاني كنت هتعملي اكتر من كده يا عايده. انت اصلك ما شفتيش اللي انا شفته بسببها. هو انت اللي شفتيه شويه يا حبيبتي؟ ده كفايه البيت اللي اتخرب من تحت راسها، ولا بنتك اللي اتحرمتي من انك تشوفيها؟ كل ده وشويه عليكي. كلكم يا ماما وبنتكم. تصوري يا عايده، تصوري هي اللي مقوياها علشان يحرمني منها، تصوري مخبياها عندها علشان ما اشوفهاش ولا حتى في المحكمه. ايوه يا سميحه، بس انتوا ما تاكدتوش من الكلام ده، وحتى لو اتاكدتوا مش هو ده الرد. انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا يا عايده علشان توصلني لبنتي. وهو ده يا حبيبتي اللي هيرجع لك بنتك. يعني انت موافقه على اللي بيحصل ده يا سميحه؟ موافقه ونص يا دنايا. شوفي بقى يا استعايده، احنا يا حبيبتي طلبنا منك خدمه، عايزه تعمليها يبقى كتر الف خيرك، مش عايزه وهتتحججي بالاستاذ محمود زي المره اللي فاتت. احنا يا حبيبتي لسه في اولها، ممكن نستغنى عن شهادتك خالص. يبقى احسن يا طنط. انا قلت كده برضو، ما هو مش جديد عليكي. معلش يا سميحه، انت عارفه ظروفي، عن اذنك اتفضل. سلام يا اختي. جيران اخر زمن. ايه الاخبار؟ اتصلت بيه كذا مره ما لقيتوش. يبقى اكيد عارف المشكله من ايمان وراح يشوف لها حل، ويمكن نازل يدور على مشكله يرد بيها عليهم. انا مش فاهم والله اخره المشاكل دي ايه، كل يوم بقت بتزيد عن يوم وبيدخل فيها ناس كتير ما لهمش ذنب في اي حاجه. سميحه بتتحجج وبتقول ده كله علشان خاطر البنت. وفكرك لو اتحكم لها الاشكالات هتنتهي؟ احمد مش هينفذ الحكم بسهوله، ولو نفذه وخدت البنت هتخبيها عنه ومش هتديها له عشان ترد على اللي عمله،
وهتفضل المشاكل كل يوم تزيد عن يوم، وكله على دماغ البنت اللي ملهاش ذنب. هم حرين في بنتهم. أرجوكي روحي شوفي سحر عبال ما روح أغير هدومي وأجي أذاكر لها. مام. أيه يا حبيبتي؟ هو ليه طن سميح وعمو أحمد ما بيحبوش سماح؟ ومين قالك يا حبيبتي إن هما ما بيحبوهاش؟ لو بيحبوها صحيح ما كانوش زعلوها. لا يا حبيبتي، هما بيحبوها واللي بيحصل ده علشان هما زعلانين من بعض، لكن بكرة لازم يصطلحوا، ولما هيصطلحوا هيحبوها أكتر وأكتر. وهو ده بقى اللي شغلك يا باشمهندس؟ القايمة بخطك والإمضاء بمضتك؟ طبعا. مش حضرتك بتقول انهم هيكتبوني في المحكمه وفي تحليل خطوط؟ مظبوط. يبقى اكيد الخط هيتعرف وهنخسر القضيه. ومين قالك ان احنا رافعينها علشان نكسبها يا باشمهندس؟ يعني حضرتك عارف ان احنا هنخسرها ومش هستنى كمان لما نخسرها. احنا هنتنازل عنها في الوقت المناسب. القضيه دي يا باشمهندس احنا بنكمل فيها اللي اتعمل في النيابه علشان نعطل تسليم العفش، لكن لازم نتنازل عنها بتقرير الخطوط والحكم علشان ما نديش فرصه للرجوع ليك. معنى كده ان بسيرهم برضو هيستلموا العفش؟ ده لو الاشكالات اللي بينكم طولت قوي، لكن ما افتكرش انها هتطول بالشكل ده. حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ اقصد يا باشمهندس ان القضايا اللي زي دي بتاخد وقت طويل قوي في التحليل والحكم، واحنا لجانا ليها علشان نجمد الموقف ونكسب وقت، ومتهيألي مش هنحتاج الوقت ده كله. واكيد قبل ما نستهلكه هتكونوا استقريتوا على حاجه من الاثنين، يا اما تصطلحوا يا تتطلقوا.